ملامح فرح تضحك ومكسورة، مصاد رمح الكلام أفكاري الشرب. سلام يا ديرة النهرين، يا مركبي ما دمت لي مكبور. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ميلس شاعر المليون. تجاربنا في الحياة تترك لنا أثر جميل ومميز، خصوصا إذا كانت مع الأهل والأصدقاء. واليوم نحن في برنامج شاعر المليون، الشعراء صاروا أهل وأصدقاء، وأكيد في بعض الأسئلة دارت بينهم. تبون تعرفون شو هذه الأسئلة؟ تعالوا معنا. يا مرحبا والله ومسهلا. الله يبيك. اول عوده احمد، دائما كل حلقه اقولها للمرحله ال24 الشباب اللي يجونا، هذه ثاني مره، والشعراء يتمنون ان يجون ثاني مره ثالث مره ورابع مره وخير مره طيب. اكيد ودنا كذا. مرحبا ومسهلا، ابرك الساعات واغلاها، ابرك ما في المجلس هذا معرفتكم. تسلم الله يا حبابكم ومسهلا. نحن في برنامجنا تغيرت الاليه، طبعا انتم حضرتوا معنا في مرحلة 48، صحيح. الحين مرحلة 24، كل واحد كاتب سؤال الخوية. شو رأيكم نبتدي الأسئلة؟ نبدأ عند اليمين. يلا من اليمين. خذ لك سؤال. بسم الله. إلى محمد العولي، أنت رجل نقي، الله يحفظك، جزاك الله خير ومشكور ما قصر. طبعا ما أعرف إياها من إخواني، لكن إن شاء الله كلهم إخواني ونعتز فيهم والله. بيض الله. الله. وهذا السؤال هنا حسب ما قال عندك يا العنزي. هل الحلقه الاولى؟ الى صالح، ايش رايك بالخرج؟ الخرج المدينه العزيزه على قلبي، ميلادي ودراسه الابتدائيه والثانويه والمتوسطه وحياتي كلها بالخرج. متوقع اهلي وناسي ومن اعز المدن على قلبي. من توقع سالك السؤال يقول لك؟ اكيد المعروف ما يحتاج، اللي شاركني في محبه الخير. عسى الله يحفظكم ان شاء الله يطول عماركم. الحمادي ابو فهد. يلا ابو فهد. يلا وهدا. والله اشوف كروت حمر. اي لا احنا نتجنب الحمر. كيف تقيم قصيدتك؟ للامانه ولا هي مجامله، مع متابعة البرنامج السنين اللي طافت كلها، نما أو كبر الناقد الذاتي في الشاعر. فاللهم لك الحمد، القصيدة اللي تلامس الشاعر نفسه من وجهة نظري أنا في قصيدتي، أو اقتنعت فيها من خلال أدواتي خاصة، كل شاعر له أدوات أكيد، وشفتها أنها تمثلني، يعني هني أقدر أقولها. يعني انت عندك ناقد ذاتي والسبب للامانه البرنامج هذا نما فينا هالنقد هذا، صار الواحد يعني يقدر يراجع قصيدته يشوفها، لا والله في المكان الفلاني ما اكتملت، يراجع عليها لين يقتنع. سبحان الله، اذا اكتمل هذا عندك الناقد الذاتي يقتلك. والله مشكله، والله يحدك عن اشياء وايد. ايه يقتلك، يعني كل ما تبى تكتب تقول لا غلط، حتى لو كان صح. صار فيه تغيير في الموضوع، إيه لكن نعم. لكن اسلم ويوصل، اهم شيء الاحساس يوصل في القصيده من وجهه نظري.
عسى الله يوفق. الله يسلمك. عندك بسم الله. ماذا يعني لك برنامج شاعر المليون؟ برنامج شاعر المليون أهم محطة من محطات يعني محطات حياتي بشكل عام، على المستوى العلاقات، على مستوى الشعر، على مستوى تفتح آفاق جديدة من كل النواحي. يا سلام، رد إعلامي مميز. هذا الجو. لا والسؤال ها؟ سؤال يعطي بعد. سؤال جميل. نفس سؤال اللي قريته قبل شوي. والله سبحانه. وش حظوظك بالمسابقة؟ والله ونعم بالجميع، يعني معي شعراء ونعم بهم. ما عليك زين. سواء اللي تاهل تصويت، والله اللي تاهل بالكرت كلهم شعراء، وما حد وصل بال 48 الا شاعر مر ما يستهان فيه. انا بالنسبه لي يمكن ثقه مو هو غرور، انا اشوف حظوظي ان شاء الله قدام. عسى الله يوفقك. تستاهل. نسال الله التوفيق لي ولجميع اخواني ان شاء الله. عبد العزيز. أفضل مكان تكتب فيه الشعر؟ ما في مكان معين، بس البر. أنا أحب البر. البر؟ البر أيوة. السؤال عندك يرجع، سؤالين نبغيك تأخذ. سؤالين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمر يا رب حد كاتب لك سؤال شوي خليك تبطل عقمتك الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى العويلي من وين في العراق؟ طبعاً العراق كله أعتبرها أنا مدينتي. نعم. جزء من العراق، لكن انا من العراق ان شاء الله، من محافظه ذيغار الناصريه تحديدا. الله وذيغار معروفه لجميع العراق. ما يحتاج تاريخ. تاريخ. السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول اصعب شيء مر عليك بالمسابقه؟ اختبارات المية. متعبه كانت؟ مو متعبه، وهي معترك يعتبر، لان انت لو بياخذونك لو تظل تعيش المأساة اللي عسى الله يوفقك. كم مرة مشاركت في؟ أنا ثلاث مرات وصل غائمة المية. يا سلام. وهذه السنة سلام. الحمد لله رب العالمين. سلام. الله يوفقك إن شاء الله. عندك يا العنز سؤالين. سؤالين؟ أي نعم. صالح، أتمنى لك المزيد من الإبداع والاستماع. جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. اللهم آمين. دعوة طيبة من رجل طيب. ما الذي تراه مميزا في هذا الموسم؟ والله انا يعني الموسم هذا وغير بقية المواسم يعني يرجع للشعر الحياة والنشوة، يصير في متابعة للشعر، في متابعة للشعراء، في حماس عند الشعراء، ومكسبي والله معرفتها على صالح. عندك يا محمد اسم سؤالين. بعيدا انك شاعر كمتذوق، تطرب للشعر التقليدي ولا الرمزي؟ الشعر التقليدي عكس الشعر الحداثي، لكن اطرب للمدارس الجديده في الشعر، من كل مدارس الشعر، الكلاسيك، التقليدي، السهل الممتنع، الحداثي، الرمزي، من كل الانواع اللي يعني احس انه فيه تجديد ولا فيه لون جديد ولا فيه اسلوب جديد طلع للساحه احب اتابعه. والتجارب المختلفه يعني تصنع لك انت هويه كشاعر، يعني انت تعرف تحدد مكانك في الخريطه. نعم. هذا الجواب. الثاني. الثاني ليه دائم قصايدك على الطرق الطويله؟ لاني لست من جماهير الشعر النبطي، انا من جماهير شعر المحاوره. هذه طريقتي انا في الكتابه، عشان كذا ما شاء الله يعني تكتب القصيده إيه؟ في راسي اغنيها يومين ثلاث ايام، احيانا في ساعه اغنيها وهي خاصه. صح. سلام. عندك عامر. نعم. يمين ويسار. كم طولك؟ قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. 192. السؤال الثاني يقول هل تحب شعر الغزل؟ إيه بالله، أظن أكثر شعراء يحبونه فاكهة الشعر. يا سلام. عندك. شنو أقرب القصايد لقلبك؟ من الغزل والنصيحة الوجدانية والمدح. لا الوجدانية. اي شعر اغلب الشعراء سمعنا بيتين على طال الوجدانيه. سمعنا بيتين وجدانيات. وجدانيات يقول يا اخر شهر ايلول والجرح وش لك فيه؟ تجي تلشم جروحي ولا يوم داويته. تعري شجر وسدور عمدا بلا تنبيه ويسلك غصن الورق ليه حتيته. سلام. بك الغصن ياما للورق مقصده يحييه.
وحال الورق يبكي ذبحته وزفيته امانه معك لا جبت ذكراها وطاريه ترفق وانا استاهل بشوقي تماديته الى اخره الا تقول انا كل ليله اذبحه وادفنه وارثيه وانا كل صبح احيه واحياه لحيته وسلامتك الله يسلمك صحه بدنك عبد العزيز عندك الله يبارك شنو بتسوي بالفلوس الجائزة اللي أخذتها ليرة والله بشتري البيت بصباح الأحمد وصير جارة كده ما رحب ومسر بعد ما أبشر بالعامية الحين نرجع عندك يا محمد أبشر اثنين هايوة هن أخير كرتين السؤال وش محاضر لنا بكرة أكيد نص يحمل موضوع وقصة واقعية قصة واقعية من بلادي عشان الله يوفقك جزاك الله خير السؤال الثاني السؤال الثاني نبي منك بيت شعر بيتين ما هو بيت بيتين خلاص على طار الوجدانية عندي أبيات طبعاً من الأرشيف بيتين هذه مساجلة بيني وبين خالي الإعلامي عبد الكريم العصيمي أوجه له تحية نعم. نعم نعم أقول أبياتي أقول البارحة بالليل في وقت الأسحار والنيت وأنه صادره من صميمي من حبها يا الخال بالقلب مسمار أرخاك يا عبد الكريم العصيمي الله سلام صاحب دنك عندك يا صاحبي سلمت ليه ما تكتب غزل ومن قال اني ما اكتب غزل سمعنا بيتين على السؤال هذا ردنا على السؤال ردنا على السؤال هذا غزل نبغي اعطيكم واحده خفيفه كذا زين سقت لك روحي على درب الوصال كل ظني من مشى دربك وصل شيء ما يوصف وضربه من الخيال ما اعيش في غيابك من ملل ايها احبك ما يبي لهذه السؤال ايش كثر احبك ليها احبك لا تسال شيء مؤكد غير قابل للجدال ان جمالك شيء عمره ما حصل سلام انت نسيانك هو الشيء المحال ما يهدك واحد عنده عقل كيف تبغى نبتعد يا ابن الحلال كل نجم اللي اشرقت شمسك افل كل شيء غير بعدك به مجال لكن اني ابتعد ما لك امل يا سلام هذا جواب مبرح للسؤال السؤال ماذا يعني لك شاعر المليون والله بدون مجاملة يعني شاعر المليون هو المحطة اللي يعني تبرز الشاعر وتقدمه للجمهور من أوسع أبواب الشعر عندك يا محمد كرت أحمر أصفر 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 وبعد أحمر انذار إلى محمد الحمادي سمعنا قصيدة عن الخيل أسلم والله واجد قصايد لكن سمعنا شيء من القريب منك قريب اللي يقول يا معوض العشاق أيوة. في ريمه وفي ريمية أيوة. لين آخرها ما كاسر البياع أهل يا صاروا شريطية أخاف أكاسرهم علىها ينكسر خاطرها ما الله. ودك العامل يقاودها على الردمية ودك يمد الفرشة الحمراء تحت حافرها لعيونها زرق الرزم والركبة المثنية والمحزم المليان والأبيات من شاعرها سلام سلام هذا اللي نبي بيض الله وجهك على هذا الطلب المميز صح الله لسانك يا محمد مميز بيض الله الثاني يقول متى كتبت الشعر كتبت الشعر في مرحلة مبكرة جدا من حياتي لكن ما يعتبر كتابتي للشعر في المرحلة هذه يعني في رصيدي أو في تجربتي لاني الناس كلها تبدا من الصفر انا في الشعر بديت من يعني من السالب بديت من تحت فقاعد ابني طولت في فتره البناء لكن نضوجي الشعري اتوقع انه من قبل 19 سنوات والله يرحم والديك ويطول عمرك سلام يا عامر نعم. عندك انا ابغي بسم الله نشوف شيء يا رب حد طلب منك ابيات اي ما يحتاج من الشاعر اللي تشوفه منافس للامانه كلهم انا اشوفهم منافسين واحسب حسابهم كلهم يستاهلون أيوة. يستاهلون بيض الله وجهك السؤال الثاني نبي قصيدة عاطفية أسلم اللي قلبه خضر هذا اليوم يقول يا صاحبي لو ينشف الحنجور النفس في ذكراك دواجة أنا أشهد أن دمي عليك يفور لك في ضميري نار وهاجة شفها ضلوعي غادية النور متقطع قلبي على الصاجة تدري وش أصعب شيء في المجبور لا ضاع دربه وعاد لا دراجه تشوف خلك خاطره مكسور وتقفي وقلبك حيل محتاج الله يسلمك الله يسلمك الله عندك يا من متى تكتب الشعر؟ والله ما يقارب 10 سنوات
لكن كظهور إعلامي من 6 سنوات وجاي. السؤال الثاني. غالي ومنول زاد غلاك يا البناخي. الله يسلمك يا البناخي. مش دراك إنها أنت ما في غيرك يا أبو محمد. الله يطول بعمرك. الله يسلمك. والله نفس الشعور. وقلوب مرايا عز الله. تسلم يا أبو محمد. عبد العزيز. أين تجد نفسك؟ هذا نفس السؤال نفس اللي وين تكتب؟ لا أين تجد نفسك غير وين؟ لا لا أين تجد نفسك في ترمون اللي كاتبه والله. لكن لا والله لكن أبغى تجيب إجابة ثانية يعني في أي نوع من أنواع الشعر أو غرض إيه؟ أو الهواء الشعر عاطفي دائما متهم العاطفي إيه؟ العاطفي هذا سؤالي طبعا أنا سألته إيه؟ الثاني عاد الله أعلم. أنت إحساسك مرهف وشاعر راقي واستمر أشكرك نبغى نسمع من ورنا من الرهافة هذه من الهزة. تسلم يا عبد العزيز. والله بيتين أنا ما يحضرني إلا بيتين. تسلم. يقول ما ضاق بي درب الحياة وتعثرت البال ينسى والجروح التداوى لكن حزين أني بعد هالعمر صرت أشوف كل شيء بعيوني تساوى. الله خلصنا الأسئلة. بيض الله ويوفقكم. الله يبارك فيك. نسأل الله لكم التوفيق. الله يعافيك. وفي النهاية مسابقة وقانون المسابقة اللي يودع واللي بس نعم. تبقون إخوان وتبقون نعم. حاضرين نعم. في قلوبنا يشهد نعم. الله. الله يسلمك. أنتوا عندكم رحلة إلى منتزه جبل حفيد الصحراوي في العين. نسأل الله التوفيق لكم إن شاء الله. إن شاء الله بتشوفون شيء هناك يعجبكم. إن شاء الله. بسم الله نتوكل. يلا بسم الله. يلا. يا مرحبا بالشباب. الله شرفتونا بالزياره اليوم. نحن سعيدين جدا باستضافتكم في منتزه جبل حفيد الصحراوي. اتمنى الزياره هذه تعجبكم. بتشوفون ان شاء الله اليوم معنا عباره عن تاريخ كامل في هذه المنطقه تمتد على مساحه تقريبا 9 كيلو. عندنا في منتزه جبل حفيد الصحراوي في العديد من الانشطه. في عندنا الدراجات الهوائيه، في عندنا بعد ركوب الخيل وركوب الجمال، وفي عندنا سيارات الدفع الرباعي. لكن بالنسبة لأنواع التخييم عندنا 4 أنواع رئيسية، وهي خيم القبة أو الدوم تنت، وفي عندنا خيم البابل نحن نسميها اللي هي الفقاعة، هذه تقريبا 60% منها مكشوف، وفي عندنا الخيم التقليدية وأنا المكان هذا يعجبني جدا، وفي عندنا التخييم الحر أو نحن نسميه المخيم العام، بحيث أن على الزائر يجيب أي نوع من أنواع التخييم اللي هو يحبها مثل سليب باك أو حتى خيمته الخاصة ويخيم ولازم ناخذ رأي نهاية الزيارة. راح يكون معاكم اليوم إن شاء الله المرشد الثقافي حمزة، وإن شاء الله تعيبكم الزيارة ونشوفكم نهاية الزيارة إن شاء الله. ناخذ رأيكم. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. تفضلوا معي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم منتزه جبل حفيد الصحراوي. طبعا هذه المقابر تعود للعصر البرونزي المبكر، عمرها من 3000 سنة قبل الميلاد. طبعا في نوعين من المقابر، هذا اللي قدامكم المرممة، وفي هذاك الصوب اللي هي المقابر الغير مرممة. عدد المقابر في المنطقة هذه 122 مقبرة تعود للعصر البرونزي المبكر وعمرها 3000 سنة قبل الميلاد، يعني 5000 سنة. نعم بالضبط 5000 سنة نعم قبل الميلاد. طبعا هذه هي المقابر المرممة، الشيخ زايد الله يرحمه عام 1959 أمر بتنقيب هذه المقابر. تفضلوا راح نشوف نظرة عن قرب للمقابر. طبعا هذا واحد من المقابر المرممه. طبعا هذا العصر البرونزي المبكر الاشخاص هذول اللي كانوا فيه كانوا يؤمنون نفس الفراعنه انه في حياه ثانيه، فكان كل واحد يموت يحط اغراضه داخل، يعني شو حصلوا مثل النحاس الاواني الخزفيه الخزف، وحصلوا في العصر الحديدي من بين 1800 ل 1700 قبل الميلاد شيء جدا معروف في دول الخليج اللي اسمها ختم دلمون اللي هي اسم دوله البحرين. البحرين حصلوا ما بين الميتين. طيب اذا هذه المقابر
يعني جنب الجبل، هل لها دلالة أنهم يحطون المقبرة جنب الجبل؟ لا ما لها دلالة، بس هم الناس هذه اللي مرت من الحقبة كانوا يعيشون عند الجبال، فهم كانوا يحطوا أقبارهم عند الجبال نفسها. ما كان مبني القبر، كان مستوي في الأرض يعني؟ نعم كان مستوي في الأرض، والشيخ زايد الله يرحمه أمر بترميمه، لأنه كان حس أنه يعني تحوي شيء من 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 طريق الزمان. والله أكثر من شيء شدني بالمكان هذا صراحة، فكرة ترميم القبور يعني قبور من 3000 سنة فكرة يعني ما حد سبق أهل البلاد هذه عالية، الله يرحم الشيخ زايد. الناس في هذه الفترة من الزمن كانت تعيش في الكهوف، كون أنه ما كان في مدن أو في شيء يقطن فيه، فكانوا يفضلوا أن يعيشوا في الكهوف، وكان الجو مثلا تقريبا حار، فالكهف يعني درجة حرارة الكهف تختلف عن برا. والله القبور اللي مرينا عليها يعني عقب التنقيب الصراحة كانت شكلها مش زي القبور اللي نشوفها، مكان جميل واستمتعنا أنا أخواني وزملائي الشعراء، وإن شاء الله أنا راح نكرره بالأيام القادمة. طبعاً نفس ما تشوفوا هذا الكهف شباب، طبعاً وجود أدلة الحياة كانت في العصر الحجر الحديث اللي هو أقدم عصر مر على هذا الموقع، كان من بين 8000 ل 4000 سنة قبل الميلاد. طبعاً اشتهرت هذه الناس في صيد الغزلان، المها، الماعز والأغنام. طبعاً العصور اللي مرت هي مرت على هذا العصور من العصر الحجر الحديث لين العصر الحديدي اللي هو أجدد عصر. طبعاً كل حقبة تمثل شيء معين من الزمن، العصر البرونزي المبكر اللي هو يميل اللي هو المقابر اللي شفناهم، العصر الحجر الحديث اللي هي البقايا الأثرية الناس اللي سكنت في هذه المنطقة. هل الكهوف اللي اتخذوها أصحاب العصر الحجري للسكن صناعة بشرية ولا من عوامل التعرية؟ من العوامل التعرية، نعم هي من عوامل التعرية. كان اللي جلب الناس لهذه المنطقة سببين، وجود الأمطار الموسمية المتراكمة، وجود حجر اللي جذبهم حجر الصوان. حجر الصوان كانوا يسووا منه الأدوات والأسلحة. طبعا حجر الصوان كيف تميزه عن باقي الأحجار؟ يكون ناعم الملمس وجدا حاد أو قوي، عشان كذا سموه العصر الحجري. أيوه العصر الحجر الحديث هو هذا. لفتني في المكان بشكل عام اهتمام حكومة الإمارات والشعب الإماراتي بإبراز الجوانب التاريخية والتراث الإنساني لهذه الدولة عبر افتتاح الأماكن التاريخية مثل منتزه جبل حفيت اللي اليوم زرناه وتشرفنا بزيارته. سعيد في هالزيارة وشفت شغلات أول مرة أشوفها من ناحية المقابر وطريقة تصميمها وشكل الجبل ما شاء الله والكهوف اللي فيه معلم. إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات اللي أعطتكم إياها، وإن شاء الله هالصراحة نروح نأخذ جولة حول المنتزه. الله يعطيك العافية. العافية. ما قصر. الحقيقة المكان يجد فيه الشخص اللي يزوره عبق التاريخ صحة التسمية. طلعتونا من جو البرنامج وما استمتعنا ما شاء الله. طبعا وأشكر مدير المنتزه اللي رافقنا والأخوان الكادر جميع، وهذه ما هي غريبة على الإمارات. يحلى القبور اللي لها 3000 عاما وهي تحت الجبل متوارية، إلين جاها من جعل منها مضاف وتلحفت من عقب ما هي عارية. حتى الجثث في ضف بشته ما تخاف درابها والناس ما هي دارية، بإحساسه اللي جاء بشكل الاكتشاف إحساس من قال الجبل يا سارية. وشلون ملقى في معالمها ضفاف وأفواه خلق الله عليها قارية، الحكمة إن العمر متبوع بلفاف، هذه سنة ربي علينا جارية. في كل عام اللي راضيها يضاف وقثر أنهار مجد جارية، لمرها السايح يسجل اعتراف دار الفلاحي للمعالي ضارية. أقول هذه بلاد الخير ما فيها خلاف، على حفيت المشي فسارة ينبوعها ينضح ولا جاله جفاف يكسي جسدها العزمة هي عارية. في ظل هذا الطود يا كم ضيف ضاف يا كم تذروا في طرف ذوارية، أرض على عزة ولا فيها خلاف يحمونها بشلفة حربة فارية. أنا أتمنى تكونوا استمتعتوا بزيارتكم هذه، أتمنى تكون تجربة متميزة، لكن نحن ننتظركم بعدين إن شاء الله بصفة شخصية تزورونا تجربوا أنواع التخييم عندنا.
وصراحة بشكركم على أبيات الشعرية الجميلة اللي أعطيتوها للمكان. شكر لكل واحد فيكم. وأقل شيء نقدمه. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. نتمنى نشوفكم قريب إن شاء الله. إن شاء الله. قصرت وجزاكم الله خير على الاستقبال الطيب وعلى الشرح الطيب وسعة صدوركم. الله يطول عمرك. عز الله ما قصرت. واجب. عاداتكم الله الطيب. الله يطول عمرك. ما عليك زود. ما عليك زود. جزاكم الله خير. شكرا. مشكورين على الزيارة. مشكورين. مقدرين. الله يطول عمرك. شكرا على الزيارة. مشكور يا محمد. طول عمرك. مرحبا وسهلا. في ميلاسنا حبينا نعطي الشعراء فرصة يشوفون مشاركتهم في المرحلة الأولى، شو كانت تعليقاتهم بكل شفافية؟ شو رأيكم نشوفها؟ تعالوا. في زوايا البال ذاكرتن تفتش بالرسائل، كيف تعتقني ظنوني والسؤال يحد سيفه. أنا سعيد جدا في مشواري وأتمنى يعني تقديم الأفضل لكل من ينتظر عبد العزيز العبلان في المسابقة، وأسأل الله التوفيق. باسمك بديت استنطق الجزل من بعد الرتابة، دايم وللتاريخ باحث وللميراث طلاب. مشاركتي في البرنامج بداية من جولة الرياض إلى جولات المية إلى الحلقة الأولى في 48، مستوى أنا أشوفه من وجهة نظري خاصة مستوى تصاعدي، قاعد أقدم الأفضل في الأفضل في الأفضل، وإن شاء الله أن اللي قدام كله خير. طموحك مريم العذراء، عفافك طفل ينطق حين يشوف الإفك حول عمامتك تهتف جماهيره، وأنا ما بين بوصف حالتك وأبكيك أو ما بين. المشاركة الأولى لو كنت معي وقت كان حفظت النص أكثر، وأنا كنت يعني باللمسات الأخيرة للقصيدة، وهذا ما أني لحقت أني أحفظ القصيدة بصورة صحيحة. بعض الظنون الطاغية من طين سيسانها هشة وكذابة، إجدارها مبني على التخمين وسوارها من دون بوابة. والله الحمد لله راضي عن الأداء وإن شاء الله راح أقدم الأجمل بإذن الله. قبل ترسي على الجودي تحرت فورة التنور، سفينة أجمل أحلامك وعمر الحلم ما يهزم رفيق الدرب لو قالوا قديما. والله ولله الحمد والشكر، يعني أحس أني ولله الحمد وفقت وأسأل الله التوفيق، يعني فوق اللي كنت أتمناه الحقيقة. خذ من ضلوعي درى لضج صوت الزفير، وخذ من ربيع العمر وقطوفه أحلى أثمار، أنا أكثر إنسان يبحث عن ملامح ضمير. أشوف نفسي قدمت شيء بتوفيق الله طبعاً، أنه كان بفضل الله أنه كان كامل. أقول عن الصورة هذه ما صاد رمح الكلام أفكاري الشرد، وش ذنب صمتي سنين وذنب خوفي، بيد المشاعر بصدرك كم لها جرد، وأنا سحاب الندم يمطر بجوفي. حبيبي اللي قسيت أكثر من البرد، ما لحف الدمع يوم قفيت شوفي، ما بين أودعك وأكسر خاطر الورد، لوحت في كل شيء إلا كفوفي. الصورة هذه أقول فيها يا مركبي ما دمت لي مكبور، أنا وشفي صعب نتواجه، أدري شراعك شامخ ومغرور، دون المسافة مالنا حاجة، وأدري بمجدافك طويل شبور، خل البحر لا تلطم مواجه. شكرا على عطفك وشكرا على الصورة، مشاعري صمتها بإحساسي الحافل، صور ملامح فرح تضحك ومكسورة، صور خجل عزتي والله لي الكافر. أقول عن الصورة هذه بناته الهبوب مدلهة خاطر المهموم،
لقيت الدواء في شوفها وسعد فيها مكاسب بحرق أوراق زرقاء وكسر خشوم ونفس كرامتها عن الناس تكفيها. يا سلام أجمل صورة، أقول سلام يا ديرة النهرين، ديرة هل المجد مخبورة من موصل الخير لأرض حسين، في داخل الصدر لك صورة. أهل النوايا وكثرة الجزر والمد ما بيننا لا يفسدون المودة، لو نختلف بالرأي ما يفسد الود، الود يفسد لا لقى منك صدة، كان المودة بيننا ما لها حد، تعال واللي تستحي منه بد. شعرانا في هذا الأسبوع تعرفوا على منتزه جبل حفيت في العين. الحين شو رأيكم نشوف تجهيزاتكم للحلقة المباشرة في مسرح شاطئ الراحة؟ حياكم. مبروك للشعراء اللي أهلتهم لجنة التحكيم في انتظار الشاعر اللي أنتم بتأهلونه عن طريق التصويت. مرحلة الـ 12 قربت، نسأل الله التوفيق لكل الشعراء في المرحلة القادمة، واللي قادروا المسابقة نسأل الله لهم التوفيق أيضا. نحن في برنامج ميلس شاعر المليون نقول نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وفي أمان الله.